الحقيقة سجلت قرية المحارزة التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا ولادة أول طفل في مصر للعام 2023، الطفل فوزي أحمد فوزي، ده أول مولود في 2023. أعلنت وزارة الصحة والسكان فوزي كأول مولود للعام الجديد برقم القيد 1، تاريخ الميلاد 1/1/2023. هنعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع معانا والد الطفل فوزي من قنا. أهلا بيك يا فندم وصباح الخير وألف مليون مبروك على طبعا رزق ربنا ليك. صباح الورد يا فندم. اهلا وسهلا، الف الف مليون مبروك. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم، تسلم على الورد. هي طمنا فوزي كده طالع يعني زي القمر لوالده ووالدته ولا ايه؟ الله ما شاء الله زي العسل، والله ما شاء الله زي القمر. رب يحفظه ويبارك لك فيه. ربنا يبارك فيه ويحفظه ان شاء الله يا فندم يا رب. المهم فوزي كده بقى مميز جدا، يعني ده اول مولود في السنه الجديده بشكل رسمي. هي كانت صدفة بصراحة بالنسبة لي، يعني ما كانش في دماغي يعني انها تبقى اول رأس السنة يعني. بس يعني هو اول ما ولد كان ولد يوم 31/12 الساعة 11:30 بالليل يعني. فكتبته يوم كتبته الساعة 11:40 دقيقة بالظبط يعني. وتم تسجيله بقى كأول مولود في السنة. طبعا بس ما جاتش في بالي يعني احبه والناس هتشاركنا فرحتنا والحاجات الحلوة الجميلة اللي احنا ايه بنشوفها دي يعني بصراحة. طيب القصة دي لما انتوا عرفتوها بقى يا استاذ احمد، يعني القصة لما انتوا عرفتوها فرقت معاكم في ايه؟ الفرحة. يعني بدل ما بقت فرحة واحدة بقت فرحة كتير قوي يعني. زادت معانا قوي يعني. يعني لما الناس تشكك الفرحة بتاعتها بتبقى كبيرة قوي يعني، بدل ما تبقى المشاركة بتاعتك لوحدك بس يعني. ده أول مولود ليك ولا ليه اخوات قبل كده؟ لا ده أول مولود لي يعني. طيب دي حاجة جميلة اهي. فسميته فوزي على اسم بابا يعني. يا رب يبارك فيه عشان هو قدوته في الدنيا كلها ويرزقك بر يا رب. يا رب اللهم امين. طب هل جده موجود بقى؟ جده موجود؟ مش بس ما قعدش معايا. بس موجود. فرح بقى، فرح ان يعني حفيده على اسمه وبقى مميز أكيد. بالشكل ده اكيد. طبعا فرح كتير يعني، وكان احساسه يعني جميل بصراحه يعني. ربنا يديه الصحه طول عمره يا رب يعني. اللهم امين ويبارك فيك يا استاذ احمد كده، وتحياتنا ليك وللأسرة الكريمه، وربنا يبارك لك في فوزي الكبير وفوزي الصغير ونشوفهم احسن الناس باذن الله. ربنا يبارك. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.